نعم استاذ احمد، السؤال الان، شركات الاتصالات يعني لها ادوار كبيره في هذه المرحله، في ثوره 25 من يناير، قطع الاتصالات في 28 من يناير، ووفاه ومقتل عدد كبير من الشهداء في هذا التوقيت نتيجه عدم الاستطاعه للاتصال باي وسيله للنجدة او الاسعاف او ما شابه. ثم تعود الان بعض شركات الاتصالات كي تستخدمها الانظمه مره اخرى لارسال رسائل تهديد للمواطنين على غرار ما استعرضناه في البدايه. نعم، وفي الحقيقه يعني شركات الاتصالات المصريه الثلاثه سواء كان موبينيل او فودافون او اتصالات، معلوم يقينا انها حين انشئت واسست واصدر لها التراخيص انشئت على عين المخابرات العامه المصريه. بل معلوم عند من؟ معلوم في الترخيص، الترخيص الكلام ده قاله نجيب سويرس في تحقيقاته التي معها. نعم دعنا نستعرض مصادر حتى لا يكون اتهام. نجيب سويرس في اقواله امام النيابه حين سوف نستعرض فيما بعد قصة التجسس نجيب سويرس وموبينيل وعلى الأمن القومي المصري لصالح إسرائيل في القضية المشهورة في إبريل 2011، قال إن القوات المسلحة هي اللي بتوافق لنا سواء على الترخيص أو سواء على محطات التقويم. وبالتالي لم نكن مفاجئين أبدا لما نفاجأ إن في عبد الرحيم علي في 2013 بعد الانقلاب العسكري طلعوا معه مجموعة كبيرة جدا من التسريبات ومن التسجيلات على قيادات ورموز ثورية أو شبابية أو موجودة في 25 يناير. إذا المخابرات العامة كما يبدو وكما هو واضح الآن المشهد تعطي الترخيص تمنحه ثم تراقب هي هذه الشركات ثم تتعاون معها. والسؤال اللي احنا ربما كنا نحتار فيه، المخابرات العامة مع احترامي دورها ايه في الحياة السياسية المصرية؟ خرج علينا حازم عبد العظيم وهو كان في قلب المطبخ وفي قلب المشهد واعترف الراجل ان حتى المخابرات الآن هي من تضع اسماء النواب في البرلمان او السياسة العامة. إذا الأمر ما عاد في اتصالات فقط ولكن السياسة العامة للدولة الآن تدار كلها في مطبخ المخابرات العامة. عايز بس دكتور أسامة أرجع إن حريص النهاردة إن أنا في الوقت القصير ده أوصل أنا معايا الآن من واقع ثلاث منظمات هي مراسلون بلا حدود والآر تي الروسية، يعني منظمات كلها إعلامية، وأيضا ويكيليكس والمركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني. أنا النهارده يعني حريص أن أقدم سعادتك من خلال بخصوص ماذا؟ بخصوص هي أفرادت 9 شركات للتجسس وليست المراقبة على اتصالات المصريين على حواراتهم. 9 تم إدخال هذه الشركات بمعرفة هواتف أم مواقع تواصل؟ هواتف ومواقع تواصل الاثنين. وبالتالي فأنت أمام إجرام من نوع شديد جدا. أنا نفسي انبهرت وأنا عمال أبحث في هذه المسندات. إذا إحنا كمصريين حياتنا الخاصة كلها أمام الانقلاب العسكري ورجاله، إحنا أمام غرف نومنا معروفة، كلامنا معروف، أنت أمام شركات تم استجلابها وتم التعاقد معها علشان تراقب المصريين. المشكلة أن كل هذه الشركات شركات أصلاً أجنبية، ليس بينها شركة مصرية، ما يعني أن حتى أمنك القومي الخاص المصريين أصبح معروف. خد المفاجأة الثانية، لما حصلت ثورة يناير وحبوا يقتلوا اتصالات، ما عندكش تقنية في مصر، لجأوا لمين؟ تخيل لجأوا لمين، وهذا الكلام منشور في 4 مواقع معتمدة، إن هم لجأوا إلى شركة إسرائيلية اسمها شركة ناروس. شركة ناروس الإسرائيلية هي اللي قامت بقطع الاتصالات عن المصريين بالتعاقد مع شركة المصرية للاتصالات تيليكوم. هي اللي قامت من خلال وجودها وتعاقدها وقامت على قطع قطع الاتصالات. تتحدث عن 28 من يناير بالضبط. لما جه النهارده مبارك طيب لان هذه الشركه، يعني حتى نكون اكثر دقه في التقرير الذي نشر في باز فيد في 18 من اغسطس في عام 2014 والذي كان معنا كاتبه ماجد عاطف، تحدثوا عن مناقصه تمت في صيف 2014 ومنافسه بين شركه جاما سيستم البريطانيه وشركه ناروس سيستم الاسرائيليه وشركة سي ايجيبت المصرية حول من سيتعاقد مع الأمن الوطني لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. شركة ناروس الإسرائيلية الصهيونية اليهودية قدمت السبت. قدمت السبت امتى؟ في 2011 مع المخابرات العامة لما حبوا ان هم والأمن الوطني عشان يقطعوا المصريين الاتصالات، لما ما عرفوش يقطعوها جابوا إسرائيل عشان تقطع الاتصالات دي. نعم. في 2014 حب بقى النهارده الانقلاب العسكري يتعاقد معاها بشكل رسمي بشكل علينا كتاجر. ارجع تاني الى شركه اخرى من الشركات الان العامله في مصر وهي شركه ايضا شركه جاما. نعم. جاما جروب. في 2013 بعد الانقلاب العسكري وهي لها برنامج مشهور جدا اسمه فاين فيشر
سويت البرنامج ده ايضا برنامج تجسس تم التعاقد ايضا معها داخل مصر. طيب القصه ايضا قصه جامعة تبدا منذ 2009 طبعا. استاذ احمد دعني ايضا اؤكد يعني نعم. كانت هناك قنوات اتصال بين شركه اوروبيه مقرها في المملكه المتحده تدعى شركه جامعة مع مباحث امن الدوله المصريه، وهذا وفقا لتقارير ايضا على بعض المواقع الإلكترونية تحدث عن برنامج الفاين فيشر يتضمن نظاما أمنيا عالي المستوى يتمتع بمزايا غير موجودة في النظم الأخرى، اختراق الحسابات الشخصية لخدمة محادثات لسكايب واختراق حسابات البريد الإلكتروني أيضا. على فكرة جامعة بيمثلها بقى في مصر الشركة الأم اللي بتنفذ على الأرض بقى شركة MCS، شركة مصرية، الشركة اللي هي الوكيلة لشركة جامعة الألمانية هي اللي بتقوم بتجسس على طريقة سي ايجيبت مع بلوكو بالضبط، هي دي الشركة الوكيلة في مصر. تعاقدوا معها باب كام؟ الرقم تعاقدوا بها 604 ألف يورو و 388 ألف، يعني واضح ان هم في الحقيقة رقم زهيد، بس دي شركة تجسس. ادخل بقى على الايه الحتة الحلوة قوي اللي انا نفسي يعني عايز اقف قدامها شوية. اتفضل. اتصالات مصر اتصالات مصر اللي هي المعروف اسمها اتصالات مؤسسة الامارات للاتصال، ده طبعا شركة اماراتية. مين هو رئيسها؟ رئيس الإدارة بتاعها بالنسبة في مصر جمال انور السادات. الشركة دي في الحقيقة تعاقدت مع خمس شركات تجسس مش مع شركة واحدة. اول شركة شركة جامعة برضو داخلة في القصة، تعاقدت معها علشان تجسس على كل مكالمات، يعني كل مكالمات المصريين في اتصالات مراقبة زي منيل، كلها مراقبة كلها مسجلة، بس مش مصر بقى، هناك في الامارات وفي المانيا. الشركة الثانية اسمها شركة SS8، دي شركة تابعة لوكالة الأمن القومي NCA. الشركة الثالثة شركة بلوكوت، دي شركة لها أمريكية وأيضا فرعها في الإمارات الموجود. الشركة الرابعة شركة نت سويبر، دي أيضا مكاتبها في الإمارات موجودة في أبو ظبي. الشركة الخامسة شركة جيزا سيستم، دي الشركة الغلبانة المصرية جيزا أرابيا، دي موجودة في القاهرة. أنا مرة أخرى يعني عندما تذكر أسماء شركات بعينها يعني أحيلك إلى المصدر. تمام. فما هو المصدر؟ المصدر الآن أنا أقدم خمس مصادر وليس مصدر واحد. نعم. أنا أقدم الآن قناة روسيا اليوم على موقع هذا الأمر منشور في 2014 أيضا، RT اللي هي القناة الروسية المعروفة، وثائق ويكيليكس، والمركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، وأيضا منظمة مراسلون بالحدود. أنا بقدم خمس مصادر. طيب. ليس مصدر واحد. السؤال الآن أستاذ أحمد، يعني عندما تعود هذه المافيا من التجسس كما ذكرت وكما تشير التقارير التي أمامي الآن، عندما تعود مرة أخرى قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير، وعندما يتحدث البعض وبعض المنظمات الحقوقية بأن هناك أكثر من 355 مواطن مصري مركز حقوقي يترأسه خالد علي، يتحدث عن 355 شاب مصري تم اعتقالهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك. صحيح. إذن يعني على أي مخاطر الشباب المصري مقدم الآن على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني طبعا هو عشان حتى لنلقي الرعب في نفوس الجميع، أعتقد في أيضا في بعض البرامج اللي زي الهوت سبوت أو غيره أو غيره اللي بتعطي تضليل لهذه الشركات حول الموقع أو حول المحتوى. انما في الحقيقه انت امام نظام يا دكتور اسامه، يعني انا اسالك هنا عن هذا القدر من الجهد والتعاقدات بهذه المبالغ كي يراقب الشباب ليس في المنازل وليس في الهواتف، ولكن يراقبهم على صفحات وعلى مجموعات مغلقه على مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور اسامه، يعني عفوا، هذا النظام الذي جاء على جثث المصريين وجاء على اراده الشعب المصري وجاء عفوا على يعني حريه الشعب وكرامه الشعب واجهاض ثوره في يناير بثورة أخرى مضادة ومؤامرة في يونيو، أعتقد والآن هو نظام عسكري بانت ملامحه. النظام العسكري يستخدم لغة السلاح والقمع، لا يعرف سواها، لا يعرف سوى إخماد المطالب، وأبدا لا يوجد سياسة. يا دكتور، احنا شفنا اللي بيحط السياسة مصر كلها ومجلس النواب هي المخابرات العامة. طيب، ألا تخشى شركات الاتصالات من حملات المقاطعة التي تمت في فترات؟ هي لا تخشى، لانها تعلم يقينا ان هم الثلاثه اتصالات او موبينيل او فودافون يعلمون ان هم في حمايه الانقلاب العسكري وفي حمايه الدوله، هم لا يخشوا ذلك. ولكن عندما يقرر الشعب مقاطعه فلن ينفعهم لا نظام عسكري ولا هو في الحقيقه ربما ان يكون الغالبيه من الشعب المصري لا يعرفوا هذا الاختراق. انا عايز بس اضيف سريعا فضل. خمس شركات اخرى فضل. تتجسس على المصريين بامر الانقلاب العسكري. الشركه الاولى هي شركه اميس الفرنسيه، دي طبعا شركة أيضا هي فرع في مصر
لشركة كبيرة اسمها شركة بول الفرنسية، هي تعاقدت معها أيضا الانقلاب العسكري، تعاقد معها من أجل التجسس والاعتراض ومراقبة الفيسبوك وتويتر والنت دي اللي كلها للنت دي. شركة تانية شركة تجسس إيطالية اسمها هاكينج تيم، شركة معروفة عالميا مشهورة قوي ببرمجة وتطوير برامج التجسس والمراقبة. والشركة الثالثة هي شركة أيضا ألمانية اللي احنا قلنا جاما، جاما داخلة معانا في جزء متخصص في البرمجيات، بتحط لهم برامج خاصة. شركة بريطانية ليست ألمانية، عفوا شركة جاما. أيضا نخش في الرقم أربعة شركة بلو كوت، هي شركة أمريكية اللي أنا كلمت عنها. الأربع شركات دول يا دكتور ده اللي نشر هذا التقرير منظمة مراسلونا بلا حدود في 2013 بتقول إن مصر تعاقدت مع خمس شركات. أنا عايز بس أقول إيه، خمس شركات إيه؟ إيطالية، فرنسية، أمريكية، ألمانية. خد بقى عندك إن أنت ده كله كوم، وإن أنت تلاقي حضرتك القضية الكبرى إن اتصالات إن مبينين لمصر بتبيع الأمن القومي المصري لإسرائيل واليهود على عينك تاجر. أنا بتسائل الآن وتسائل مع كل المصريين، أين قضية نجيب سويرس اللي اتهم فيها في نيابة أمن الدولة العليا وتحقق معاه فيها؟ وادي معايا كل أقواله في النيابة اللي بتدينه بتقول إن هو باع الأمن القومي المصري وعمل على منفذ العوجة على حدود مصر وفلسطين المحتلة، عمل هناك محطات تقوية وأبراج مراقبة عشان تبص 25 كيلو متر داخل فلسطين المحتلة. مرة أخرى هذه الأقوال لنجيب ساويرس نقلا عن الأهرام والوفد والدستور في 23 أغسطس في عام 2011. حتى أيضا نحيل الأمر إلى مصدره، العنوان النيابة تتهم بنيل بالتواطؤ في تجسس الموساد على المكالمات الدولية. إيه اللي حصل في القضية سريعا؟ اللي حصل في القضية حركة إن هو طيب قبل أن نخوض في هذه القضية، هناك يعني صورة أريد أن أستعرضها معك، وهي لشركة سي إيجيبت رئيسها هو عادل المنيسي، وكان الرجل قد نفى أي علاقة بالأمن الوطني، وهي أحد منافذ الخدمات لشركة بلوكوت الأمريكية. هذه الشركة دعونا نستعرض معا هذه الصورة، أحد العملاء هي تكتب في السيرة الذاتية لها على موقعها العملاء، فهناك رقم 24 في الحكومة والوزارات، تظهر وزارة الداخلية، يعني حتى تكون الصورة جاهزة. أستاذ أحمد نعود مرة أخرى إلى قضية نجيب ساويرس باختصار. طيب شديد باختصار، إحنا دلوقتي خلاص قلنا أن في تعاقد مع حوالي 9 شركات تجسس أمريكية بريطانية إنجليزية، بس هوش حاجة في الحقيقة أن هم تعاقدوا معها كانقلاب عسكري عشان تجسس على الناس. نعم هذه الصورة أستاذ أحمد، Government and Organization Ministry of Interior رقم 24، هي وزارة الداخلية، هي أحد العملاء مع شركة سي إيجيبت، هذا على الموقع الرسمي لشركة سي. تمام، إذن الأدلة واضحة جدا. أدخل بقى على نجيب سويرس. حصل الأمن العام في إبريل 2011 بعد ثورتنا في يناير قبضوا على واحد أردني. أردني كان بيعمل إيه الأردني ده يا دكتور أسامة؟ ده كان بيحط بيعمل تعاقدات مع بعض الافراد كده ومعاها شرائح موبينيل بياخدها علشان تبقى دعامه داخل اسرائيل الكيان الصهيوني المحتل علشان يتواصلوا مع يعرفوا مكالمات المصريين. ففوجئوا، فالامن العام بيعمل الامن العام بقى مش امن الدوله ولا المخابرات، ليه المخابرات القضيه دي كانت بايديها؟ ليه هي ما ابرزتهاش؟ لما جينا في النهايه راحوا ففوجئوا ان في برج محطوط في منفذ العوجل 15 واحد فقط في محطه تقويه. طيب 15 واحد، انا يعني الوقت انا عارف انه بشده، ولكن يعني هذا الملف في كامل يحتاج الى حلقه كامله. انا بس عايز اختم بيه، انا اريد ان يعني اسالك سؤالا مباشرا، هل تتوقع ان يسيطر هذا الكم من الشركات وهذا القدر من وسائل التجسس على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو طبعا اكيد هم الان على عينك تاجر، بس هيوقفوا مين؟ ده السؤال. انت هتوقف شعب الان الشباب النهارده بالملايين الملايين موجودين على انت هتعمل ايه؟ يعني اخرتك ايه؟ ملايين الشباب النهارده رافضين وجود الانقلاب العسكري، والنهارده السوشيال ميديا شغاله تويتر فيسبوك على الانقلاب العسكري من اجل اسقاطه. هل ممكن ان تقف دباله من شعب؟ انت وليه تجسس؟ انت طب انت على عينك تاجر، الناس رافضه هذا الانقلاب العسكري ورافضه وجودك، فيجب ان تعلم يقين انت مش هتستمر، يجب ان انت مره اخرى تعود الى عقلك والى رشدك لو كان فيك عقل، عشان تقول ان الوطن ده ليس ابدا وطن العسكر وحدهم، الوطن ده فيه شعب موجود، فيه شباب موجود، وبالتالي لغه العقل تقول انه لابد ان هذه الشركات اللي هم 9 اللي جينا تجسسوا المصريين امن القوم المصري في خطر. اقطع دلوقتي فورا، لو كنت لو في ذره عقل لواحد بيحب مصر اقطع هذه التعاقدات وابدا ارجع لشعبك وارجع لناسك. شكرا. علشان يتم اسقاط الانقلاب عن قريب ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عطوان الكاتب الصحفي، نافذ على مصر، حلقتنا مستمره بعد الفاصل، فابقوا معنا.